السلام عليكم. النهاردة معنا منتجين جداد خاصين بنفس الشنيور برضو. انت طبعا لو هتشتري شنيور لازم تجيب له الحاجات دي. دي منتجين مختلفين من شركتين مختلفين. دي تبع بلاك اند ديكر او دي شركة بلاك اند ديكر ودي بوش. تمام. طبعا الاثنين صناعة صينية. الاثنين نفس السعر ولكن فرق شاسع في المكونات. دي 16 قطعة فقط لا غير. دي 33 قطعة. تمام. دي 33 قطعة من بوش. دي 16 قطعة من بلاك اند ديكر. تقريبا نفس السعر. مكونات مفتاح وبلط مختلفة. تمام. دي طبعا من كده تختار البنطة اللي انت عايزها. دي كام؟ دي 8. ثواني اوضحها لكم. تالي واضحة. دي المنتج الثاني. من شركة بوش. طبعا مقفولة. ثواني نشوف اي على حدة. طبعا شايفين الفرق. دي حاجات كتير جدا وبنفس السعر. انا مش عارف يعني ممكن تكون دي غالية مثلا اللي لونها ذهبي دي او دي. دي تقريبا نفسهم هنا ودول نفسهم هنا. المفتاح ده اهو. هما نفس السعر بس دي كتير جدا حاجات مكونات كتير. بل بالعكس يعني انا شايف دي حادة جدا. دي ممكن تعور. شكلها جامد جدا. البنطة دي كام؟ دي 8 ملي. طبعا في عندنا دي هنا حاجة تانية. دي المفكات. سبعة قطع. هنا في عدد كبير جدا. تتشال تقريبا هنا. حاجات بتنفع برضه. دي برضه حاجات كده. تمام. الحاجات دي طبعا كلها كانت في البلاك فرايدي. البلاك فرايدي الصراحة السنة دي عمل معانا احسن واجب على امازون. وكمان كان فيه استرداد نقدي 20% على بطاقات بنك معين. وبعد ما تشتري الحاجة عليها خصم اصلا في البلاك فرايدي بيرجع لك 20% من الفلوس اللي انت دفعتها في المحفظة على موقع امازون. تقدر تشتري بيه اي حاجة تانية. فنصيحة لأي حد عايز يشتري حاجة استنى البلاك فرايدي. طبعا كده احنا وصلنا لنهاية الفيديو. ما تنسوش بقى تشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس وتعملوا لايك لو الفيديو عجبكم او حتى ديسلايك. بس اكتب لي في الكومنتات ايه اللي مش عاجبك في الفيديو. بشكركم. انا احمد عبد الباسط من قناه النور بالعربي.
وفي نهاية هذا الفيديو وكل فيديو سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. في أمان الله. السلام عليكم.